من تتويج الهلال بطلا لكأس ولي العهد للمرة الخامسة على التوالي للبطولة رقم 53. الزعيم في السليم رقم تلو رقم، إنجاز تلو إنجاز، بطولة وراها بطولة. العام قلناها الهلالي يملهم للذهب، شوفونهم غير الذهب، وقلنا زحمة الرياض بسبب بطولات الهلال، وقلنا لكن الأهم من ذلك هم اللي لا زالوا يقولون ولا زالوا يفعلون ولا زالوا يقدمون. ألف مبروك للزعيم وهارد للنواخذة، مباراة كبيرة شرفتنا جميعا بحضور الأمير نايف وحضور الأمير سطام وحضور الأمراء والمسؤولين. يا زعيم عينك طويلة يا زعيم، ما تشبع وما توقف بطولاتك، والهلال مستمر وواثق الخطوة كالعادة يمشي متعلقا زعيما بطلا. هي الخامسة على التوالي مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان. عامر عبد الله المري من تشرف بالتواجد هنا والتعليق من هنا وعبر الرياضية السعودية الأولى في هذه المباراة وفي هذا الحدث الكبير وسط هذه الجماهير الهلالية الكبيرة. ألف مبروك يا هلال، وهاردك يا اتفاق، والله لم يستحق الخسارة الاتفاق، ولكن في النهاية لابد من بطل ولا خاسرة في هذا المساء. شكرا أيها القطبين الكبيرين، شكرا يا زعيم، وشكرا يا نواخذة، وشكرا يا جماهير، وشكرا على هذا النقل المميز. على المحبة والخير والسلام التقينا، وعلى المحبة بإذن الله دائما وأبدا. لا تنسونا من دعواتكم، ولا تنسون أخواننا أيضا في سوريا من دعواتكم. السلام ختام، والكلمة للزملاء في أرضية الملعب العضيفي عبد الله والدحيم عبد الرحمن، الميدان عندكم، تفضلوا. إذن متابعينا الكرام، هكذا وصلنا لنهاية هذه المباراة. بالتأكيد نقول ألف مبروك لنادي الهلال، تحقيق هذا الانتصار، تحقيق هذه البطولة، البطولة رقم 53، بطولة كأس سمو ولي العهد، كأس سمو سيدي ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز، بالتأكيد في نسختها الأولى فيما يخص عهده، في عهده بالتأكيد الجماهير الهلالية تتبادل التهاني مع لاعبيها داخل أرضية الميدان. هي المرة الخامسة بالتأكيد التي يحققها الهلال، وهذا رقم قياسي، ربما هو جديد على مستوى الكؤوس. لذلك نقول ألف مبروك لنادي الهلال تسجيل هذا الانتصار الجديد، وبالتأكيد نقول هارد لك لنادي الاتفاق الذي قدم مباراة جميلة. بالتأكيد هذه المباراة شهدت الكثير من الأحداث، خاصة ربما الحدث الأبرز هو طرد اللاعب الكوري يو بيونغ، اللاعب الكوري الذي طرد في آخر ومضات هذه المباراة. بالتأكيد نحن وإياكم إن شاء الله تعالى، أنا وزميلي عبد الله العضيبي، سنكون معكم إن شاء الله في ردة الفعل، وربما اللقطات الواضحة الآن على الشاشة هي الأبرز من خلال تبادل لاعبي نادي الهلال وجماهيرهم التحية من داخل أرضية الميدان. بالتأكيد نحن الآن في لحظات الترتيب، لحظات ترتيب التتويج الذي سيكون من خلاله صعود الحكام، الحكم الإيطالي ريزولي الذي ربما أقول على الأقل وجهة نظري البسيطة المتواضعة أنه قدم مباراة جميلة من خلال قيادة تحكيمية اتضحت جليا، ومن ثم صعود المركز الثاني نادي الاتفاق الذي قدم كما قلت مباراة كبيرة، خاصة فيما يتعلق في مجريات هذه المباراة وما قدمه شباب نادي الاتفاق، وأخيرا بالتأكيد نجوم نادي الهلال الذين سيصعدون إلى المنصة تتويجا في تحقيق بطولة كأس سموي ولي العهد. إذن سنتابع وإياكم اللقطات الآن، استعداد دخول حكام طاقم الحكام الإيطالي دخولا إلى منصة التتويج، ومن ثم إن شاء الله تعالى أيضا سنكون معكم في وجهة نظر لاعبي الطرفين، طرفي الهلال والاتفاق. بالتأكيد سنقول الهلال ألف مبروك، وسنقول الاتفاق هارد لك على ما قدم
في هذه المباراة. إذن الكابتن سعد الحارثي الآن يرفع على الأعناق على الأقل من خلال ما نلاحظه على الشاشة، بالتأكيد هي سجل جديد، البطولة الأولى للكابتن سعد الحارثي، تبادل وفاء. اليوم هتفت الجماهير كثيرا باسم هذا اللاعب سعد الحارثي، حتى اللحظة بالتأكيد لا يشارك، ولكنه يبدو أنه قد كون شعبية كبيرة في نادي الهلال في فترة وجيزة، بالتأكيد أمام أول الميداليات الذهبية لهذا اللاعب، كما أسلفنا عدد من الميداليات الذهبية أيضا التي توج بها اللاعبون لأول مرة، يوسف العربي وكذلك ونفس الأمر ينطبق على عادل هرماش وسالم الدوسري كأحد اللاعبين الشباب، سلطان البيشي الذي قدم مباراة كبيرة، ومن ثم سعد الحارثي. إذن استعداد لصعود طاقم الحكام الإيطالي المكون من حكم الساحة ريزولي الذي بالفعل كان قد قاد عدد كبير من المباريات على مستوى الدوري الإيطالي وعلى مستوى المباريات الأوروبية، لعل آخرها كان في الدوري الإيطالي بين ميلان ونابولي حينما طرد إبراهيموفيتش، هذا يكرر نفس السيناريو ويطرد ديو في هذا الطرد بالتأكيد. إذن لاعبو نادي الاتفاق أيضا يستعدون للصعود، على الأقل لاعبين القائمة الأساسية والاحتياطية التي شاركت في مباراة اليوم، ربما اللقطة ستبدو واضحة بعد قليل، كذلك استعداد لاعبي نادي الهلال في صعودهم إلى منصة التتويج وكذلك الحصول على كأس هذه البطولة للمرة الخامسة على التوالي، بالتأكيد هو رقم قياسي يحققه الهلال من خلال المضي نحو هذه البطولة، بدأها كما أسلفنا من خلال